خطة وزارة السياحة والآثار لرفع الوعي السياحي والأثري لدى الشعب المصري ورفع كفاءة العنصر البشري في المواقع السياحية والأثرية، واللي من شأنه بيعمل على تحسين المنتج السياحي المصري. انطلقت مبادرة الحملة القومية للوعي السياحي والأثري. هنتكلم أكتر عن المبادرة. احنا معانا عبر الهاتف أستاذ أو دكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين. صباح الفل يا دكتور. اهلا وسهلا. صباح الفل. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. يعني حابين حضرتك تدينا في البدايه فكره عن المبادره والهدف منها. هو الحقيقه معالي الوزير خالد عنان وزير السياحه والاثار اطلق مبادره في وزاره السياحه بتنميه الوعي السياحي لدى المصريين بشكل عام. والحقيقة الحملة أو بتستهدف أطفالنا في المدارس، بتستهدف جميع المتعاملين مع السائح، سواء اللي بيتبع الجائلين في البازارات في المناطق السياحية، سائق التاكسي، أيضا وعي سياحي لدى المواطنين بشكل عام لإطلاعهم على أهمية السياحة ودورها في دعم الاقتصاد المصري، وأهمية أن احنا نتعامل بشكل ودود مع السائح وما نشعروش أن احنا بنستغله عشان نقدر نحقق منها يعني تكرار لزيارته لمصر، وبالتالي يبقى في عندنا دخل كويس من القطاع السياحي. طيب، يعني حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا وهي أطفال المدارس. احنا عندنا مشكلة في الجيل ده يعني يا دكتور، انه ما عندوش الوعي الكافي بأهمية الآثار في بلده عاملة ازاي، السياحة في بلده عاملة ازاي. ازاي نقدر نوصل الوعي الكامل للطفل في المدرسة بأهمية الآثار في بلده؟ ومع حضرتك حق، لأن الحقيقة الرحلات المدرسية كانت بتعتمد على مدرس الفصل أو مشرف المدرسة بيطلع مع أولادنا للمناطق الأثرية. المشرف أو المدرس ما عندوش المعلومات الكافية أصلا عن المناطق الأثرية اللي هم عاملين بيها الرحلة مثلا عشان يقدر يحكي لهم تاريخها بالتفاصيل. ده يخلينا أن احنا لازم نأكد على مدارسنا بأنها لابد أنها تستعين بالمرشدين السياحيين. المرشد السياحي الحقيقة عنده معلومات لأن دي شغلته، فبالتالي لما يطلع مع أولادنا في الرحلة يقدر يحكي لهم القصص الأثرية والتاريخ لكل أثر، وبالتالي يبقى في حصيلة من المعلومات الكبيرة عن تاريخنا وعن حضارتنا وعن مناطقنا الأثرية، وبالتالي نبقى بنينا جيل على علم وعنده إحساس بالفخر بتاريخه يعني كبير، وعنده معلومات كتيرة حتى اللي لما يرجع لمدرسته زمايله في الفصل يقدر يحكي لهم، زمايله في النادي، زمايله في السكن. يبقى كده احنا بدأنا نخلق يعني نقول جيل جديد من ولادنا عنده معلومات لتاريخه وحضارته، ويمكن مع الوزير زاهي حواس كان أطلق فكرة إن احنا نعلم ولادنا اللغة الهيروغليفية أو المصرية القديمة، وأعتقد إن دي هتبقى برضو كمان خطوة مهمة لأن ولادنا يقدروا يقروا الكتابات اللي موجودة على الجدران في المعابد. الحقيقة كل ده يعني هيساعد مع أولادنا إن هم يشعروا بالانتماء وحبهم لوطنهم وفخرهم بتاريخهم. كل ده أكيد هيساعد بعد كده على يكون عندهم وعي سياحي كبير جدا. أكيد. طب دكتور، هل المبادرة ليها جانب من الشق التكنولوجي شوية؟ يعني أنا برضو حابة يعني أدوس على أنه ولادنا والجيل اللي طالع، فالجيل الطالع عنده تطلع أكتر للتكنولوجي يعني أو اهتمامه الأكبر بوسائل التواصل الاجتماعي. هل المبادرة فيها جزء من أنه نوصل المعلومة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؟ هو فعلا يعني
التواصل الاجتماعي وسيلة مهمة جدا لسرعة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس، لأنه كمان المصريين استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي مش بس في مصر، ده في كل العالم. صحيح. أسرع من الوسائل السمعية أو البصرية أو حتى يعني الحاجات المقروءة. إحنا بنجهز مجموعة من الأفلام التسجيلية عن أهمية السياحة وأهمية يعني التعامل مع السائح، حسن استخدام الأدوات السياحية، سواء التعامل مع الأوبن، التعامل مع حمامات السباحة، التعامل مع السائح نفسه في المعاملة، في البيع، في الشراء. مجموعة الأفلام دي كلها احنا هنبتدي ننزلها على السوشيال ميديا، واعتقد ان هيكون ليها صدى اكيد، هيكون ليها مردود كمان من يعني فئات كتيره. طب اخيرا دكتور، يعني مخاطر استغلال السائح واثاره السلبيه على الاقتصاد القومي، انا اعتقد ده سؤال مهم جدا. شوفي حضرتك، طبعا اي انسان لما بيسافر في مكان غير بلده من اجل السياحه او الفسحه ويشعر بأن أهل هذه المدينة أو الدولة بيعملوه بطريقة مش كويسة، بيشعر بنوع من أنواع البيع بالإكراه، الاستغلال ليه، طبعا ده بيولد حالة جواه من الضيق، وبالتالي لما بيرجع بلده بينشر سيرة سيئة جدا عن زيارته إلى هذه البلد. طبعا ده في النهاية بيسيء لينا كلنا. عشان كده الحملة اللي أصدرتها وزارة السياحة والآثار كانت بتهتم بهذا الملف، لأن أي سايح لما بيجي البلد ويلاقي مقابلة كويسة ويحسسه بأن ما فيش استغلال ليه، ويعني يجد راحة حتى في تحركاته بدون أي تحرش أو مضايقات، أعتقد أنه بينقل صورة طيبة، وده ممكن يخليه كمان يكرر الزيارات مرة أخرى، ويخليه هو لسان حال التنشيط لينا أو الدعاية السياحية الإيجابية في بلده بعد ما بيرجع. عشان كده احنا بنتمنى أن كل المصريين يعرفوا أنه السياحة دي أحد موارد الاقتصاد القوية لدعم اقتصادنا في مصر، وسايح معاه فلوس أجنبية بيجي بيها من بره ويجي يصرفها عندنا هنا في مصر، سواء في المحلات التجارية أو بيشتري حاجة بيتفسح، فبيجيب فلوس من بلده وبينفقها عندنا، فده طبعا قيمة مضافة مهمة جدا لاقتصادنا، وبالتالي لابد ان احنا نعي جيدا أهمية التعامل مع السائح عشان نقدر ان احنا نعظم عدد السواح اللي بيجي، وبالتالي الدخل نفسه لا يعود فقط على الدولة ولكن هيعود على جميع المواطنين المتعاملين مع هذا السائح. أنا أعتقد أن المبادرة هتكون لها مردود إيجابي كبير جدا. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين، بشكرك شكرا جزيلا على المداخلة.